مناقشة سير العمل الدعوي والمجتمعي بمحافظة الفيوم كان محور اجتماع قيادات الدعوة لوزارة الأوقاف مع الأئمة والدعاة، والذي أكدت الوزارة من خلاله على المضي قدما نحو السير إلى الخطاب الوسطي المعتدل في مساجد مصر كافة. على جانب آخر، افتتحت وزارة الأوقاف والأثار مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة ترميمه وتأهيله مرة أخرى، حيث يعود تاريخ بناء المسجد إلى العصر المملوكي عام 1476. مصر الأئمة والدعاء بمحافظة الفيوم. وزارة الأوقاف تؤكد على الاهتمام بتطبيق خطة العمل الدعوي والمجتمعي للوصول بالمستهدف منها إلى نطاق أوسع على مستوى مدن المحافظة كافة. ضرورة يعني التوسع في فتح المدارس العلمية ومدارس والمدارس القرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وأن يقوم المسجد برسالته الدعوية والتوعوية وحث المواطنين على الوسطية والسماحة والتيسير، أن يواكب ذلك اهتمام بالتنمية المجتمعية من خلال إيصال المساعدات التي تقرها وزارة الأوقاف من خلال صكوك الأضاحي، من خلال اللحوم، من خلال المواد التموينية إلى القرى الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا. ولأن الحفاظ على المساجد الأثرية ذات الطابع التاريخي بات هدف رئيس لوزارتي الأوقاف والآثار، يأتي افتتاح مسجد قايتباي الأثري بمحافظة الفيوم، والذي ما زال صامدا بتفاصيله منذ أكثر من نصف قرن، ليبدأ في استقبال المصلين بعد إعادة تأهيله. صدقة باي من أهم السلاطين اللي بيبنوا عمائر فخمة، فكانت الجزئية اللي احنا موجودين فيها دي كانت القنطرة، والمسجد عبارة عن مسجد جامع كبير تبقى منه الجزء اللي احنا موجودين فيه حاليا بعد التجديدات اللي حصلت على لجنة حفظ الآثار. فكان أهم شيء ان احنا نرجع المبنى وقت لجنة حفظ الآثار، والجزء الأصلي من المسجد اللي هو المحراب والمنبر والتصميم المتبقي من المنشأة. تم تطوير المسجد في مدة قياسية جدا، كان تحدي المسجد مقول لك بقى 6 سنين، المسجد له مكانه طيبه عند اهالي المنطقه، بجهود ديت تم تطوير المسجد في وقت قياسي، وتم الابقاء والمحافظه على العناصر الزخرفيه والمعماريه للمسجد بدون اي تغيير. الحفاظ على المساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة دلالة على مكانتها العظيمة في الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني في مصر. ضمن برنامج إعمار المساجد الأثرية والتاريخية التي تقوم بها وزارة الأوقاف، يأتي إعادة ترميم مسجد قايتباي الأثري بمحافظة الفيوم ما يسهم في إعادة الحياة إليه والمصلين له بعد توقف دام لسنين طويلة. من محافظة الفيوم، وليد هيكل، التلفزيون المصري.